السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بكم معايا في قناه عالم الايمان للتنظيم والوصفات. اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الجلسات سريعه ولذيذه. خليكم معايا وتشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا فخيطات نتاع الدجاج حسب الكميه اللي بغيتوا نتوما على حساب افراد العائله. غادي نحتاج التوابل. عندي هنايا بعض من التوابل ديال الشاورما اللي كتبقى دائما اختياريه وتقدروا تستغناو عنها. عندي معلقه صغيره ديال الزعفران الحر، معلقه ديال السكنجبير، نص معلقه ديال الابزار، تقدروا تكثروا الابزار الا كان تعجبكم هكا النكهه ديال الحار. عندي معلقه صغيره ديال الثوم غبره، وعندي القليل من الزعتر. غادي نحتاج كذلك الياغورت الطبيعي، وغنحتاج ملعقتين من زيت الزيتون. فهنا غادي نخلط جميع العناصر اللي وجدت لكم في المقادير. غنزيد ملعقتين من زيت الزيتون ياغورت الطبيعي، غنحرك مزيان، ومن بعد غنجيب الخيطات ديال الدجاج اللي عندي وغادي نرطبهم مزيان في هذا الخليط. ومن الاحسن انهم يبقوا في الخليط تقريبا واحد 9 ساعات مينيموم، يشربوا هكا داك القمه. غناخذ واحد السكين من بعد وغنبدا نتقبل الخيطات ديال الدجاج باش نخليهم يقمو من الداخل، ومن بعد نخليهم يرتاحوا واحد تقريبا 3 ساعات غير هكا في المطبخ ماشي في الثلاجه. غناخذ من بعد واحد الانيه ولا واحد لومون اللي غيدخل الفرن، غنسد فيه الفخاط ديال الدجاج ديالي هكا بطريقه عشوائيه. من بعد غناخذ شويه تاع البطاطس ونقطعها الى دوائر، وغنخلط معاها القزبر والمعدنوس، وغنخلطهم في لاصوص اللي بقات ليا. تقدروا ديروا اي خضره بغيتوا، تقدروا ما ديروش. وغنعاود نستفها عشوائيا فوق هذاك الصحن اللي غيمشي للفرن. حيت هذا الصحن هذا غيكون غير اللي غيمشي للفرن، بلا يكون صحن ديال التقديم، يعني نستفو كما بغينا. وغندخلها للفرن تقريبا واحد 45 دقيقه، ومن بعد تشوفوا طريقه ديال التقديم. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخيطات تاع الدجاج اللي قدمت لكم اليوم. كيجيو رائعين ومكرمشين بزاف من برا ورطبين من الداخل. لاحظت الياغورت الطبيعي كيعطيو واحد الرطوبه من الداخل وتخلي اللحم يقطم. البطاطس كذلك جات مكرمشه وزوينه، كنصحكم انكم تجربوهم. الا كنتو اول مره كتشوفوني ابونا ولا شي مش وصلكم الجديد، وبطبيعه الحال ديروا لايك. وكنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم اليوم. كنضرب لكم موعد قريبا جدا بشهوه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.